أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة الأيام تنشر قصة أسرة من الحديدة موزعة بين عدة مستشفيات. من الصحوانة، ميليشيا الحوثي تحرق منزل مواطن في إب وتودعه السجن. صحيفة عربية تتحدث عن بوادر فشل مبكر لمفاوضات جنيف. ومن أخبارنا المنوعة، فنجان قهوة يشعل نزاعا دبلوماسيا. أهلا بكم. تواصل ميليشيات الحوثي حملتها في استهداف الصحفيين، حيث أقدمت على اعتقال الصحفي كمال الشاوش، وعنوان موقع المصدر أونلاين. العفو الدولية تدعو للكشف عن مصير الصحفي الشاوش، حيث دعت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي المسلحة إلى الكشف عن مصير الصحفي والناشط الحقوقي كمال الشاوش الذي اختطفه مسلحون تابعون للجماعة في مدينة الحديدة. وقالت المنظمة الدولية في بيان إن مسلحين حوثيين اختطفوا الصحفي وهو مساعد باحث ميداني في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في أحد الشوارع بمدينة الحديدة، واقتيد معصوب العينين إلى مكان غير معروف. وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، يبدو أن عملية الاختطاف التي تبعث على القلق لكمال ما هي إلا جزء من نمط مقيت من المضايقة والقمع لأنشطة حقوق الإنسان. الفرز الأحمق، تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في جزء من المقال: جاء الحوثيون من وراء الحيطان وثنايا الشروخ التي تجمع فيها قبح السنين، غزلوا هذا القبح المتراكم بالخبرة التي تكونت بأيادي أسرهم الأرستقراطية المتنفذة، والتي كانت أقدر على بناء المشهد السياسي في الوعي الجمعي بما يخدم مشروع الهيمنة، الذي لم يستطيعوا أن يغادروه كعنصر حاسم في صلتهم بهذه الأرض، ووظفوه في مغامرتهم الإنقلابية على التوافق الوطني الذي استعاد فيه اليمنيون مبادرتهم التاريخية بوضع حد لحكم الغلبة والانتقال إلى الحكم الرشيد. ما حققه الحوثيون من مغامرتهم تلك هو أنهم ألحقوا باليمن هذه الكارثة التي تعددت صورها لدرجة لم يعد معها ممكنا الحديث عن أي شيء جميل في هذا البلد الذي غدا الجمال فيه يترنح مأخوذا بهول الكارثة حتى صار كباقي الوشم في ظاهر اليد. أكثر صورة هذه الكارثة بشاعة هي تشويه النسيج الاجتماعي الذي كان قد أخذ يكتسب لون اليمن على النحو الذي تمازجت فيه الألوان والألسن والثقافات ليشكل لوحة تفرد بها اليمن دون غيره من بلاد الأرض. فرزوا أنفسهم عن بقية المجتمع في أسوأ عمل يمكن أن تقوم به أي مجموعة من البشر يهمها مستقبلها ومستقبل أبنائها، وقرروا في لحظة حماقة أن يضعوا أنفسهم خارج معادلة الوطن والمواطن، حطموا جسور تواصلهم مع المجتمع، أحرقوا اللوحة التي كانوا موزعين فيها ضمن نسيجها المتناسق، وقرروا استبدال كل ذلك بخرافة الوهم بالتمييز عن هذا المجتمع الذي تشكل عبر أجيال وفتح فرصة الانتماء إليه بقوة الإنسانية لا بشطارة الإنسان، فرصة مكفولة بحق الحياة مع الاحتفاظ بحرية التعبير عنها في المساحة التي تتجمع فيها روافد العيش المشترك والاعتراف بحق الآخر في أن يعيش كريما. ميليشيا الحوثي تنتقل من مرحلة إلى أخرى في التدمير، وآخر ما وصلت إليه التحول من تفجير المنازل إلى إحراقها، حيث شهدت مدينة إب حادثة إحراق منزل، وعنوان موقع الصحوانات: ميليشيا الحوثي تحرق منزلا في العدين بإب بعد اختطاف مالكه. قال الموقع أن مسلحي ميليشيا الحوثي أقدموا على إحراق منزل مواطن في إحدى المناطق بمحافظة إب في ظل انتهاكات يومية يتعرض لها أبناء المحافظة من قبل الميليشيا بمختلف المديريات. وأكدت مصادر محلية للصحوانت تعرض منزل المواطن يحيى أحمد عبد الوهاب لعملية حرق من قبل ميليشيا الحوثي بمديرية العدين غرب المحافظة بعد ترويع الأطفال والنساء. وبحسب المصادر، العصابة التي أقدمت على عملية الحرق
تلقت توجيهاتها من قيادي حوثي عينته الميليشيا مديرا لمديرية العدين، كما أقدمت العصابة على خطف صاحب المنزل المحترق وإيداعه السجن. صحيفة الأيام تنشر قصة انفجار لغم بأسرة تتكون من 15 فردا بالدريهم محافظة الحديدة الخميس الماضي، حيث استقلت إحدى الأسر حافلة متجهة إلى منطقة أكثر أمان، وفي تلك اللحظات وبعدما نجوا من رصاص مسلحي الحوثي انفجر في الحافلة أحد الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، ونتيجة انفجار اللغم توفيت عائشة على الطريق، وأصيب بقية أفراد أسرتها بإصابات خطيرة وخفيفة، من ضمنهم أخوتها الصغار الذين لم يكملوا سن الخامسة ووالدتها التي لم تعرف حتى الآن برحيل عائشة. وتقول صحيفة الأيام إن قوات العمالقة نفذت عملية إنقاذ للأسرة وأخرجتها بالمدرعات والأطقم إلى موقع سيارات الإسعاف، ثم نقلوا صوب المستشفى الميداني بالخوخة، فيما نقلت الحالة الصعبة إلى مستشفيات العاصمة عدن. يقول والد عائشة: لا أعلم ماذا سأقول لوالدتها التي أصيبت بجروح كبيرة بسبب انفجار اللغم. تلعثم والد عائشة وأجهش بالبكاء ولم يكمل حديثه. أما عن الفتاة والذي كان يقود الحافلة فقال: وقع الانفجار بينما كنا نحاول الهروب من الموت، فقابلنا الموت ونحن في الطريق. مستقبل نفط صافر بين التخطيط والارتجال، تحت هذا العنوان كتب حسين بن سعد مقاله المنشور في موقع مارب اليوم، وقال في جزء من المقال: إن ما حدث ويحدث للخارطة النفطية بالجمهورية اليمنية من تمزيق لكيانها وبنائها المؤسسي من تدخلات وفرض قرارات محلية دون الرجوع إلى الجهات الفنية المؤسسية سوف يؤدي إلى انهيارها الكامل، حيث أن من المفروض أن تظل هذه المؤسسات السيادية النفطية بعيدة عن المنهجيات الشخصية الارتجالية حتى تظل الصناعة النفطية خارج نطاق الصراع السياسي، وحتى لا تحرم الأهداف التنموية الوطنية من عوائد هذا الاستثمار الوطني الهام. فما يحدث اليوم في شركة صافر للاستكشاف والإنتاج أوضح مثال لما سبق الإشارة إليه، فهذا الصرح الاقتصادي العملاق الذي يمتد من مأرب حتى البحر الأحمر لتصدير النفط الخام، ومن مأرب إلى البحر العربي لتصدير الغاز المسال، يواجه تحديا صعبا نتيجة للإدارة التي أصبحت تعتمد على توجيهات مباشرة من المستوى المحلي ومن قبل قيادات ذات نفوذ اجتماعي وحزبي، بعيدا عن التسلسل الإداري والفني لإدارة هذه المؤسسة السيادية، في مخالفة كبيرة لقانون إنشاء الشركة الذي أعطاها كامل الاستقلالية المالية والإدارية. وهذا كله يحدث بسبب ضعف الإدارة التنفيذية للشركة، وعملية فصل الشركة عن الوزارة المختصة وهيئاتها يعرضها للتشرذم والفشل. ويمكن القول أن شركة صافر تعيش حاليا وضعا مأساويا، فإلى جانب أنه يجري في الوقت الحاضر تدمير ممنهج للبناء المؤسسي والإداري القائم للشركة وتحويلها إلى مؤسسة محلية متواضعة لا تستطيع الإيفاء باحتياجاتها، وأصبحت عاجزة عن إدارة منشآتها الحيوية المتهالكة وحقولها النفطية المعرضة للإهمال وعدم الصيانة للآبار، فهي الآن مرشحة لأخطار كبيرة لا تحمد عقباها، فإنها تعمل منفصلة عن منظومة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، كما قامت بتعطيل أعمال الرقابة الداخلية للشركة ورقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. السلطات في محافظة الضالع تبحث عن عصابة أقدمت على نهب أضاحي العيد التي كانت في طريقها إلى منطقة حبيل جباري، وعنون موقع إخباري: عصابة مسلحة تنهب شاحنة محملة ب 180 رأسا من الأغنام. أكدت مصادر محلية للموقع بوست أن المسلحين قاموا باعتراض الشاحنة حين كانت في طريقها إلى سوق بيع الماشية على الخط العام بمنطقة حبيل جباري، وأضافت أن المسلحين قاموا باقتياد الشاحنة التي قدرت المصادر حمولتها من الماشية ب 180 رأسا من الأغنام نحو مدينة الضالع. وتعليقا على الواقعة قال المكتب الإعلامي لمحافظ الضالع إن محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وجه الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك وضبط المسلحين
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بعد فصل قصير سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت مجلة The National Internet الأمريكية تقريرا يشير إلى أن تنظيم القاعدة على عكس ما يتوقعه كثيرون ليس ضعيفا أو منقسما، بل إنه في الواقع يزداد قوة. وعنونت المجلة: كيف يزداد تنظيم القاعدة قوة في اليمن وما الوسائل التي يستخدمها؟ قال كاتب المقال الذي ترجمه موقع يمن مونيتور إن النظر إلى تنظيم القاعدة كمنظمة ضعيفة ومنقسمة يمثل سوء فهم للاستراتيجية التي يسير عليها التنظيم في اليمن، فبدلا من كون التنظيم ضعيفا ومنقسما يستفيد التنظيم من الدروس التي تعلمها في السنوات الست الماضية من الفشل والنجاح، حيث يتبنى التنظيم استراتيجية أكثر واقعية تتضمن بنية لا مركزية أو عقدية مثل الابتعاد عن المركز وترك القرار للمجموعات، وهذا ما يجعلها تبدو منقسمة، لكنها ليست كذلك، إنه تنظيم يتكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار جراء الحرب في اليمن. كانت قيادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد أدركت مبكرا أن انخراطها داخل المجتمعات المحلية كان أساسيا لتوسيع نفوذها وضمان بقائها على المدى الطويل. لقد قامت بذلك على الأقل على مستوى منذ قيامها. وتفيد المجلة: لقد تعلم تنظيم القاعدة في اليمن من أخطائه الخاصة، كما تعلم أيضا من أخطاء تنظيم القاعدة العالمي. تتحدث صحيفة العربي الجديد عن ما أسمته بوادر فشل مبكر لمفاوضات جنيف اليمنية. قالت الصحيفة إن الأمم المتحدة بدأت أولى الخطوات العملية من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين في مدينة جنيف السويسرية في 6 سبتمبر المقبل، من خلال تأكيدها أنها أرسلت إلى الطرفين الدعوات، لكن مهمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث لن تكون سهلة في ظل ظهور بوادر فشل مبكرة. ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث التفاوض لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 أعوام. وسبق أن أكد جريفيث في تصريحات صحفية أن المحادثات ستركز على اتفاق للحكم الانتقالي ونزع السلاح. وقال في هذا الإطار بشكل أساسي: نحاول أن نتوصل إلى أن تتفق حكومة اليمن والحوثيين على القضايا الضرورية لوقف الحرب والاتفاق على حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع. وأضاف: سيتطلب ذلك اتفاقا موقعا من قبل الجميع، يتضمن أولا خلق عملية انتقالية سياسية مع حكومة وحدة وطنية، وثانيا سيتطلب وضع ترتيبات أمنية لانسحاب جميع المجموعات المسلحة من اليمن ونزع سلاحها. حدود التغيير. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، مضيفا في جزء من المقال: يقول مثل إنجليزي قديم إن المياه العميقة تسير ببطء بعكس المياه السطحية التي تحركها الريح حيث تشاء، ودلالة هذا المثل تتخطى كثافة الماء وخفته لتنطبق على معالجات لمختلف الظواهر. والثقافة الداجنة التي تتجنب المواجهة وتلجأ إلى المسكنات والتخدير المؤقت ما يتيح للخلل أن يتفاقم، وقد يصل مرحلة عصية على العلاج. وما تأجل من مشكلات وقضايا في عالمنا العربي تحت مختلف الذرائع أدى إلى ما يسميه أحد علماء الاجتماع السياسي بالمديونيات التي تراكمت. فالمديونيات ليست اقتصادية فقط، وقد تكون سياسية واجتماعية وفكرية، لأن للتخلف قوانين نمو وليس مجرد مشهد ثابت. ولو عولج التطرف مبكرا حتى لو تطلب الأمر جراحة قاسية، وكانت أي دعوة لتحديث أو تجديد الخطاب الديني قبل عدة عقود معرضة لإساءة الفهم، رغم أن هدفها هو تحرير الدين من كل ما علق به من خرافات. ومهمة وضع النقاط على الحروف في مثل هذه المواقف يجب أن تكون مهمة علماء وفقهاء لم يجرفهم الظلام خارج التاريخ. وما قاله المؤرخون عن المتغيرات الدراماتيكية في الغرب ينحصر في أطروحة واحدة هي حق النقد والمراجعة، وفي غياب النقد يصبح كل شيء متاحاً ومباحاً، وتزدهر السوفسطائية التي تجعل عدد الحقائق بعدد الناس جميعاً. والشعرة الفاصلة بين التغيير المشروع والفوضى هو أن التغيير له قوانين وليس مطلقة،
لهذا انتهت التجارب التي ذهب بها الراديكاليون إلى أقصاها إلى انعطاب البوصلات. والتغيير ككل الحركات الإنسانية ليس هدفاً لذاته، وأحياناً لا تكون الحركة بركة كما يقال. في صحيفة الغارديان، تحقيق يشير إلى أن وزارة الداخلية البريطانية قد تستغرق 26 عاماً من أجل إصدار قرار بشأن طلبات اللجوء السياسي التي ترد إليها. وقالت الصحيفة أنه في العام الماضي 2017 ردت الوزارة على نحو 75%، أي نحو 18,189 من طلبات اللجوء خلال 6 أشهر من تقديم الطلب. قالت الصحيفة إن هناك طلبات لجوء سياسي ل 243 شخصا استغرقت بين 3 إلى 6 أعوام للحصول على رد من السلطات البريطانية، وجاءت غالبية هذه الطلبات من مواطنين صوماليين ويمنيين وأفغان وإريتريين. ورفضت السلطات العام الماضي 22 طلبا للحصول على اللجوء السياسي، ما اضطر البعض إلى اللجوء إلى المحكمة التي حكمت بالموافقة على الطعون، وكانت نسب نجاح جنسيات بعينها في قبول الطعون قد تجاوزت 50%، بينما تمت الموافقة على طعون 75% من اليمنيين الذين تقدموا بطعن على رفض طلباتهم. وعلمت الغارديان وفق بيانات تم نشرها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات أنه في العام الماضي تسلم طالبو لجوء سياسي ردود وزارة الداخلية على طلباتهم التي قدموها قبل أكثر من 15 عام. في الأخبار المنوعة التي نطالعها اليوم نقرأ من صحيفة الصفحة الرئيسية للبي بي سي: فنجان قهوة للرئيسة التايوانية يثير جدلا ودعوات مقاطعة في الصين. قال الموقع إن شركة تدير سلسلة من المقاهي ومحلات بيع المعجنات في الولايات المتحدة وجدت نفسها متورطة في نزاع سياسي بعد أن قدم أحد مقاهيها القهوة للرئيسة التايوانية. وقد رحب مقهى في لوس أنجلوس تابع لشركة 85 سي، وهي شركة أسست في تايوان بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين، وقدم لها القهوة عند زيارتها للمكان الأحد الماضي، بيد أن ذلك أثار غضب العديد من الزبائن الذين يرتادون فروع الشركة في الصين والذين أطلقوا دعوة لمقاطعتها. يعد الصينيون تايوان جزءا من الصين، لذا يسارعون إلى الاحتجاج ضد أي شيء يرونه يؤكد استقلال تايوان. وقد نظر إلى الاستقبال والترحيب الحار بتساي زعيمة الحزب المؤيد لاستقلال تايوان بوصفه سلوكا غير مقبول في الصين. وسارعت الشركة في محاولة لاحتواء الأضرار التجارية التي ستتعرض لها من جراء الحادثة إلى إصدار بيان تبعد فيه نفسها عن التعاطف مع استقلال تايوان، لكن بيانها هذا تسبب في غضب مقابل في تايوان، حيث اتهم التايوانيون الشركة بالخضوع للضغط الصيني. وتعتبر الصين الجزيرة إقليما متمردا على سلطة الدولة وليس بلدا مستقلا، وترى أنها ستضم يوما ما إلى الصين حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة. فتاة في صنعاء ترسم لوحة بحثا عن سلام مفقود في بلاد تشهد الحرب كل يوم. هذه الصورة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية من بين أهم صور الأسبوع، نتابعها في جولتنا المصورة. أحداث اليوم، كيف تحولت لرسوم كاريكاتير؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.